مرحبا يا شباب في هذا الفيديو الجديد على قناتكم رجاء اف اف. تقريبا عندي 10 ايام لم انشر اي فيديو. طبعا هناك بعض التعليقات السلبية والايجابية، وشكرا للتعليقات الايجابية وايضا السلبية. اما الناس اللي تتهمني بالعكر فيا اصدقائي، هذا الكونتي الاساسي، اما الحساب الثاني اللي هو ما فيه اي سكين والليفن 16 وهو الحسابي في السيرفر الاوروبي، طبعا العب من هنا والعب من هنا. هذا الحساب الرئيسي في سيرفر مينا والحساب الثاني في السيرفر الاوروبي. هذه اول شيء. اما بخصوص هذا الفيديو، شكرا للتعليقات الجميله والدعم الرائع، اتمنى ان اصل الى 10,000 مشترك ان شاء الله بحول الله. هذا يعني هذه في هذا السنه، يعني قبل نهايه 2024 نوصلوا ل 10,000 باذن الله بحول الله. طبعا هذا الفيديو ان شاء الله راح نوريكم حساسيه خاصه بي. طبعا اخواتي الكرام، نوع الهاتف الخاص بي هو ايفون اكس ار، يعني راح نوريكم اليوم الحساسيه وكل الاعدادات الممكنه في هذا التحديد. طبعا هذه الاعدادات تتغير كل شهر تقريبا من عندي، فكل ما اغير واحسن من ايمي راح اعمل فيديو جديد عن الحساسيه، وايضا كما نقولوا اخواتي الكرام، نرجع للتحديات اللي كنت اعملها من قبل باذن الله بحول الله. هذا كل شيء، واتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو ومشاهده ممتعه. Triple kill. Double kill.